سياحة الترفيه بتجيب فلوس كتير قوي خالص أكتر من السياحة الثقافية وسياحة المزارات، صح؟ طبعا، وفي مواسم وفي أوقاتها طبعا. بس أنا عندي المواسم بتاعت كله، هقول لحضرتك كله دي بعدين، بس أنا عايز أرجع على مسألة لماذا لا نستحدث هذا النوع من التراخيص للشقق الفندقية وتصبح شقق معتمدة وتحت الرقابة وتحت المتابعة وتحت التصنيف وما إلى ذلك، فتساعدني شوية قدر الاستطاعة حتى أستكمل العدد اللازم من الغرف الفندقية بتاعتي. سؤال حضرتك وجيه جدا وفي محله، وهو فعلا من ضمن المستهدفات اللي احنا داخلين عليها. مش لازم كل السائحين اللي يجولي ينزلوا في فنادق او في ريزورتس او في منتجعات او كذا، ولكن فعلا نظام الشقق المفروشه او الشقق الفندقيه او وحدات الاقامه، بحب اسميها دايما وحدات الاقامه، بكافه انماطها. مش لازم تكون شقه، ممكن تكون فيلا، ممكن تكون عماره، ممكن تكون اوضه استوديو زي ما يطلع. بالظبط. وبالتالي هذا احنا الحقيقه يعني ادركناه جدا جدا في قانون المنشات الفندقيه اللي تم مناقشته في مجلس النواب وبحضور حضرتك والساده النواب، واوجدنا فيه فعلا هذا البند ان انا اقدر ارخص الوحدات الاقامه دي، بحيث ان انا احط لها مواصفات، اعمل لها يعني معايير معينه للقياس، وبالتالي اقدر ان انا ارخصها واقدر اراعي واتابع الخدمات اللي بتقدم فيها واقدر اقدمها كمنتج سياحي. فهو ده فعلا احنا ملاحظينه. الملف مش بسيط، الملف كبير جدا، لانه داخل فيه نظام الشقق المفروشه اللي بتخضع لقانون الشقق المفروشه، داخل فيه طبعا انه ممكن يجي لك حد عايز يرخص شقه في عماره قديمه ممكن تكون مواصفاتها الحمايه المدنيه ما هياش يعني توافق عليها انها تكون فيها السيفتي اللي انا اقدر اقدمها للسائح الزائر اللي جاي ومش عارف ايه المواصفات دي. فهو الملف في الحقيقه محطوط نصب عنا وبيتم دراسته فعلا بالتشاور مع الجهات الاخرى، وان شاء الله نقدر نحرز في تقدم الفتره اللي جايه. طيب. ده النظام ده معروف فعلا في العالم كله، الاير بي ان بي، وبتخش على مواقع معينه وبتحجز، وبيبقى فيها طبعا ما فيهاش الريجوليتنج بودي، ما فيهاش الجانب الحكومي الاداري اللي بيتابعها، هي بتبقى شركات خاصه. صح. ولكن احنا هنا عندنا طبعا في الوزاره، طالما بقول ان هذه الوحده معتمدة ومرخصة من وزارة السياحة، يبقى أنا لازم أكون فعلا مالكة كل الإجراءات اللي تطمن السائح إن أنا بقدم له خدمة وبقدم له معايير معينة من السلامة والأمان والخدمات وكذا.